يا صباح الخير يا اللي معانا واللي معانا مش شويه. احنا بنتكلم في ملايين من محبي ومتابعي وعشاق النادي الاهلي هذا الكيان المحترم. اهلا بكم جميعا في بدايه يوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله تسعدوا معانا بكل لحظه فيها. صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم. صباح الخير دايما على حضراتكم، الرزق والسعاده، واول يعني اليوم كده يا رب يبقى دايما كده في امال وفي سعي، وباذن الله الباقي يكون على ربنا، بس لازم جدا زي ما احنا بنقول نجتهد. النهارده هيبقى معانا فقرات حلوه جدا ومعانا معلومات كمان يعني اعتقد هتفيد حضراتكم. احنا هنبقى حريصين كل يوم في 10 الصبح في الاهلي نقول معلومه جديده سواء عن الصحه او عن الرياضه او عن ملفات كتير جدا بتهم حضرتك. خلينا بس ننوه عن الفقرات. الفقرة الأولى هنتعرف فيها عن حاجة بقى وفرق بين اليوجا وحاجة اسمها النيرفانا. أنا عن نفسي عمري ما سمعت النيرفانا. طول عمرنا عارفين إنها اسم بنت، بس أول مرة نعرف إن هي نوع من أنواع الرياضة. فهنعرف إيه اليوجا وإيه النيرفانا وإيه الفرق بينهم مع مدربة اليوجا والنيرفانا، طبعا هتكون منورانا مارو كمال. الفقرة الثانية نوستالجيا، والفقرة إحنا كلنا بنحبها، عن منتخب مصر والبطولات الإفريقية مع الأستاذ محمد صادق. بس في البداية كده خلينا نتكلم شوية عن اليوجا. إحنا عملنا فقرات كتير قبل كده على فكره عن اليوجا، واتكلمنا عنها قبل كده وجبنا متخصصين فيها، ويمكن كان لسه الاسبوع اللي فات. لكن هي بجد مش مجرد رياضه تامليه زي ما البعض مثلا بيتصورها او بيبص لها، لا، هي ليها فوائد ايجابيه كتيره جدا وبتاثر بشكل ايجابي جدا على الصحه كمان النفسيه. انا مش عارفه انت عارف الموضوع ده ولا لا. بصي انا يعني عارف طول عمري ان اليوجا مفيده على الصعيد النفسي، لكن اتفاجئت مؤخرا بان هي ليها انعكاسات طيبه جسمانيا كمان. دي كانت معلومه بالنسبه لي جديده. ويمكن احنا في ثقافتنا مش ناس كتير تعرف اليوجا، بس بالمناسبه اللي عارفها واللي بيمارسها هو اقرب للمدمن ليها. يعني الناس اللي بتمارس اليوجا ما بتعرفش تعدي كام يوم من غير ما يقعدوا يتاملوا، والاوضاع اللي انت عارفاها واللي اتكلمنا فيها قبل كده. بس فرصه ان احنا النهارده نتعرف على المزيد من التفاصيل المتعلقه باليوجا، سواء كانت الاسترخائيه او انواع تانية منها، وكمان المقارنه بينهم وبين النيرفانا. كنت لسه بقول لحضراتكم انا عن نفسي عمري في حياتي ما سمعت ولا انا بصراحه قبل كده. بس ادينا هنعرف. اعتقد كتير من المشاهدين برضو مش هيبقوا سامعوا يعني عن النيرفانا ده، بس هنعرف طبعا النهارده. وبرضو الفوائد اللي يعني اللي بتطلع من اليوجا احنا اتكلمنا فيها برضو. فكره هنا القضاء على التوتر، تنشيط الذاكره بشكل كبير جدا. الناس اللي عندها انكزايتي والحاجات اللي زي كده دي محتاجه ان هي دايما اعصابها تبقى هاديه، لان دول بيبقى عندهم انفعالات شويه بتبقى زايده عن المعدل الطبيعي. فاليوجا من الحاجات اللي دايما الاخصائيين يعني بينصحوا بيها الفئه دي من الناس، وغيره 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 هنعرفها اكيد في الفقره. بس خلينا نبدا بقى بملف كان مهم قوي قوي قوي، وامبارح كان فيه تطور كمان. ما كناش كلنا يعني عارفين مدى أهمية هذا الأمر، وفي كتير جدا من المواطنين كانوا بيتعاملوا مع مسألة اللقاح بشيء من الاستخفاف، شيء من الاستهتار. عايزين نتكلم دلوقتي عن اللي الدولة عملته مؤخرا. الدولة وفرت مجموعة كبيرة من الأكشاك لتلقي لقاح كورونا في محطات مترو الأنفاق المختلفة. حضرتك بتروح، ولو كنت مسجل قبل كده لتلقي اللقاح بتروح تديهم الرقم اللي بيجيلك على الموبايل بتاعك، وبتديهم كمان بطاقتك الشخصية، وبتاخد اللقاح وانت واقف وبتمشي. أو لو ما كنتش مسجل قبل كده بتروح وبتسجل وانت واقف بيجيلك الكود، ثم يتم بعدها اعطائك هذا اللقاح. ده طبعا تيسيرا على جميع المواطنين، وكمان عشان بقى فيه اشتراطات، وده برضو من ضمن المستجدات اللي حصلت في الفترة الأخيرة، بقى فيه اشتراطات بعدم دخول الجامعات أو محل عملك إلا بالكارت اللي بيؤكد إن أنت تلقيت جرعة أو جرعتين من اللقاح. طبعا احنا اتكلمنا كتير قبل كده عن ضروره تلقي اللقاح، ناس كتير ما راحتش الا لما الموضوع اصبح الزامي واجباري، وده يعني يتماشى قوي مع تكوين كتير مننا كمصريين. ساعات ما بنعملش حاجه غير واحنا مضطرين الى حد كبير، ولكن لازم يا جماعه يعني نكون احنا شخصيا اللي حريصين على صحتنا، ويكون وعينا اكبر من كده بكتير. فاكر لما اتكلمنا هنا وقلنا هل هيجي يوم من الايام الفاكسين او اللقاح يبقى اجباري؟ فاكر قلنا كده في الأوائل. قلنا احتمال ده يبقى المستقبل بتاع الفاكسين يعني او اللقاح، ودول كتير اوريدي في اوروبا تحديدا عامله الموضوع ده بقاله فتره كتير. عشان كده شفنا في الاستادات المختلفه وفي الرياضات المختلفه بيبقى في جمهور بعدد كبير، ده يعني بسبب ان الجمهور واخد او حاصل على الفاكسين. فعشان كده اصبحت الحياه الى حد ما او حد كبير كمان يعني طبيعيه. لكن احنا اهو عندنا وصلنا للي احنا كنا متوقعينه، ولازم يكون في وعي كمان، لان دي اعتقد حاجه مهمه جدا. ولازم كمان نميز ايه هو المفيد وايه هو المضر. خلي بالك من حاجه، في ناس خايفه يعني انا لازم نتفاهم ده. في ناس خايفه ان هي تاخد اللقاح، يعني لو حضرتك خايف بس احنا اللي احنا هنقوله. انت شكلك من الناس دي ولا لا؟ انا عشان كده والله العظيم عارفه جت فرصه
كنت بتنظر على الموضوع ده، بقول طب الواحد كان الاول مقضيها خوف من الفيروس، دلوقتي كمان هنخاف من الفاكسين. طب امتى هنطمن؟ ده بالظبط، هو ده بالظبط الكلام. وبعدين انت ما شفتش برضو كل المسؤولين كانوا حاصلين او اخذوا اللقاح؟ يعني كل المسؤولين حضرتك لو تابعته، الفنانين والرياضيين وغيرهم، اخذوا اللقاح واعلنوا ده على صفحاتهم، وكان الموضوع لايف يعني علشان برضو يطمنوا الناس يعني. فلحد دلوقتي الحمد لله ما فيش اي اضرار ناتجه عن هذا الفاكسين. فالناس عارف برضو بتقول لك لا انا مالي واللونج ران وانا بمضي على نفسي والكلام ده كله، يعني متفهمين برضو النقطه دي، واكيد وزاره الصحه ووزاره الصحه العالميه متفهمه النقاط اللي عند العالم كله، في بعض التخوفات عند العالم كله اكيد مش عندنا بس في مصر، ولكن لو كان الموضوع فيه خطوره بنسبه كبيره ما كانش العالم كله اخده، ما كانش رؤساء وملوك العالم وزي ما كنت بقول لحضراتكم يعني الناس المعروفه وغيره وغيره وغيره. فخلينا بس نبعد شويه عن فكره هنا برضو السوشيال ميديا والكلام اللي بيتردد عليها، لان زي ما احنا قلنا مش كل حاجه بتبقى صح، لكن انت لو عايز معلومه صح روح اسال متخصص، هو ده اللي احنا نعرفه دايما. احنا بنقول روح لصاحب المصدر، يعني بلاش نروح ننساق ورا بوستات مجهوله وحد يقول لك لا ده انا اعرف حد اخذ الفاكسين ومش عارفه جاله شلل ولا التاني جاله مش عارف ايه، حاجات بقى سمعناها برضو كتير جدا از يعني لا سايد افكتس للقاح. الكلام ده ما في يعني لم يثبت حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها في اي دوله في العالم. فدي نقطه. النقطه الثانيه برضو اتكلمنا كتير جدا، كان في بعض الارشادات وزاره الصحه كان بيتكلموا عنها، ممارسه الرياضه، الحفاظ على شرب سوائل كتيره جدا برضو بتبقى شيء كويس عشان احنا لا نصاب بالكورونا يعني. فدي حاجات او ارشادات كلنا لو قدرنا ان احنا نلتزم بها ممكن هي تقوي من مناعتنا. لكن يعني نهايه لازم نقول ان الموضوع لسه ما عداش يا كريم طبعًا. الموضوع لسه طبعًا. لا في لسه اعداد كتيره جدا يعني للاسف الشديد بتصاب بالكورونا، فالموضوع مش بسيط يعني. او حتى عدى ناس تقول لك خلاص بقى ما بقاله سنتين، هي لا تقاس بالمده. ف ربنا يسلم الفترة اللي جاية، بس مهم ان احنا كمان نعمل اللي علينا. انا واحد من الناس كنت متخيل ان هوند ان بعد كورونا وبعد اللي حاصل جراء كورونا ان احنا او على الاقل كتير مننا هيبتدي يغير طريقته في التعامل مع الصحة، لان احنا ناس واصلين لمرحلة من الكفتة ان احنا بننصح بعض بالادوية. يعني بقى انا راجل مريض وجنب مني مثلا واحد تاني مريض، بقول له لا خلي بالك بقى ده انا خدت كذا الدواء الفلاني، واقول له العادي ده زبادي. الله، طب مش نسال الدكتور يعني؟ اتمنى ان النوع ده من الاداء العشوائي في التعامل مع الصحه يتغير، وده اللي لازم يحصل. انت فكرتني بحاجه بقى ونقولها يعني. فاكر انت كنت طالب مني دواء معين بسيط؟ أيوة. حاجه مش أيوة. دواء اصلا، حاجه كده يعني زي فيتامين يعني. بالضبط. ولما سافرت في اوروبا ما فيش حاجه اسمها تخش تقول انا عايز حتى الفيتامين ده، يقول لك فين البريسكريبشن، فين الروشتة، فين الدكتور قال لك. فمتخيلين حضراتكم الوعي لغايه ايه؟ احنا هنا ممكن نخش من غير روشته ونجيب ادويه وخلاص يعني. لا لا، ده خطر، خطا وغلط جدا، فنتمنى يكون في وعي اكتر من كده. هي دي النقطه. نروح بقى مع حضراتكم لملف مختلف، هنروح للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر اللي عقد مؤتمر صحفي بالامس، وقال واكد من خلاله ان كاس العالم يعتبر اولويه بالنسبه للمنتخب، واكد على انه هيبذل كل جهده لتحقيق الفوز والانتصارات في كل المباريات القادمه. كمان قال اول من يستحقون تهنئتي بالتاهل هم اللاعبون، ولقد اكدت بعد مباراه ليبيا الاولى انها مجرد بدايه والتحدي الرئيسي هو كيف سنصل لمباراتي التاهل. طيب يعني ده الى جانب مجموعه كبيره من التفاصيل اللي اتكلم فيها كيروش، تعالوا نتعرف عليها من خلال هذا التقرير ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل. Okay, gentlemen, good afternoon, welcome. This conference, press conference. After the job that we did in this first stage, final we reached our first goal. We very very happy for that, and we want to come. I want to congratulate. سعيد جدا لده. First of all, special the players. عايز أبارك لكل الناس بس بالأخص أولا لعبتي. For the full dedication and commitment. لالتزامهم. They gave to the national team during this period. والروح اللي أظهروها المنتخب الوطني في مبارياتهم. And all of them. Since the first day, they've been doing fantastic. كلهم بداية من أول يوم كانوا رائعين. So this is a gift that all of them, since the friendly game against Lebanon until now, to all of them that participate during camps, they deserve. وهم هو ده اللي هم أظهروا لينا خلال المعسكرات بداية من أول مباراة ضد ليبيا، هم استحقوا. They deserve the compliments and the pride of Egyptian fans. استحقوا فخر ومباركة كل المصريين ومشجعين. But
As I said after the game, this is just the beginning. بس زي ما قلت بعد المباراة دي مجرد بداية. This is not about how we start. This is about how we finish in March. الموضوع مش بيعتمد على إحنا هنبتدي زي ما الموضوع بيعتمد على إحنا هننهي زي في مارس. And there is one conclusion that is very clear after this games that we got the qualification. وفي تحليل نهائي بعد كل ده اللي هو إن أنت أو النتيجة النهائية إن أنت قدرت توصل للتصفيات. When we arrived, was 2 points behind. The first team in the group. لما كنت أنت مثلا خلف الفريق المصدر المجموعة بنقطتين. Now we still have 90 minutes to play this qualification. We are already qualified. لسه عندك لكن دلوقتي أنت لسه عندك 90 دقيقة تلعبهم وأنت أصلا متأهل يعني. And I can say that in my opinion, my view. وأقدر أقول من خلال وجهة نظري أو من رأيي. It's very simple. There is a lot of work to do. بكل بساطة في شغل كتير لسه عايزين نعمله. I know Egypt. As myself, I have a dream to be in Qatar. مصر وأنا شخصياً عندي حلم إن إحنا الاثنين عندنا حلم إن إحنا نكون موجودين في قطر. And I do believe that for Egypt football, this should be the number one target, number one priority. وأعتقد بالنسبة لكرة القدم المصرية المفروض دي تكون الأهمية الأولى. And we only have one World Cup every 4 years. وكأس العالم هي بطولة واحدة كل 4 سنين. World Cup, it is the queen of all competitions. كأس العالم هو يعتبر ملك كل البطولات. It is the pride of nations playing in just one competition. فخر كل المنتخبات إنها فخر كل المنتخبات إنها تلعب في أي في البطولة دي. أي منتخب. Egypt cannot lose this opportunity to be very well prepared in March. ومصر ما ينفعش تضيع الفرصة دي إنها تكون جاهزة جدا في مارس وتقدر توصل للبطولة دي. طيب رائع جدا. خلينا بقى ننتقل لخبر آخر وهو خبر جيد عن نتائج منافسات البطولة العربية للدرجات اللي بتستضيفها مصر في الفترة من 14 حتى 27 نوفمبر. ده مشاركة كده بنتكلم 17 دولة. خلينا نستعرض كده برضو أبرز نتائج البطولة من يومها الأول. مصر حصلت ميداليتين برونزيتين، إمارات ذهبية وفضيتين، والكويت ذهبية، الجزائر ميدالية ذهبية وأخرى فضية، وكلها طبعا في منافسات بطولة الطريق. نتكلم ذكور وإناث اللي بتقام في منطقة البادية بمدينة 6 أكتوبر. ناس كتير على فكرة بتتابعها وهتستمر زي ما قلنا لغاية يوم 19 نوفمبر. البطولة مقسمة لعدة سباقات يعني كلها بتندرج تحت اسم البطولة العربية للدرجات. حلو جدا برضو وليها متابعين على فكرة يا كريم، وعاملة شغل برضو على السوشيال ميديا، ودي كلها أعتقد حاجات بتصب في مصلحة برضو السياحة الرياضية زي ما احنا كنا بنتكلم عنها في الأول وفي الآخر يعني. طيب على كل حال نطلع فاصل، أخبارنا لسه ما خلصتش ونرجع نكمل. مرحبا بكم مرة تانية. ومن الحاجات اللي بتتبعت على السوشيال ميديا بحب أتابع بصراحة على الصفحة بتبعت، وإيه حد كان بيقول هي اليوجا دي ممكن تبقى بديل الجيم يعني إنه يخس. بس الناس كسول الناس أصلا إنها عايزة تخس وهي بتعملش أي حاجة يعني. هنسأل تابع الفقرة وهنشوف، هنسأل طبعا يعني المتخصصين عشان ما نردش إحنا أي رد. كل حال دلوقتي خلينا نتابع آخر أخبار النادي الأهلي وفرقه المختلفة زي ما إحنا متعودين. ورسلتنا منا إبراهيم موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. منا صباح الفل عليكي، سامعينك، تفضل. يا صباح الخير عليك يا نهواندا، صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير على كل أهلاوية وكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وأكيد أخبار أهلاوية رياضية جديدة. خلونا نبتدي الأول بكرة القدم بقيادة كابتن مستر بيتسو موسيماني. النهاردة إن شاء الله راحة من التدريبات، وبكرة هيستأنفوا تدريباتهم استعدادا للمباراة مباراة الأسبوع الرابع من الدوري اللي هتبقى أمام المقاولين العرب يوم الجمعة 19 نوفمبر الجاري إن شاء الله. وعندنا النهارده بقى يا نهواند يمكن سلسله من المباريات المهمه الكتيره اللي ابرزها تخص كره السله رجال، اللي النهارده مباراتهم في ذهاب نهائي دوري المرتبط امام الاتحاد السكندري. الفريق الاول هيلعب النهارده الساعه 8 مساء على صاله الدكتور حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر، وقبلهم هيلعب كمان فريق 18 سنه اللي هو المرتبط الساعه 5:30. المباراة أيضا هتبقى على صالة الدكتور حسن مصطفى. هيبقى فيه طبعا محاضرة هيحرص عليها مستر أوجستي بوشن، هي هتبقى قبل عملية الإحماء علشان يأكد على الخطة اللي هيلعب بيها لعبته في المباراة، وكمان علشان كل لاعب في الفريق يبقى عارف دوره أو المنتظر منه في الماتش إن شاء الله علشان في الآخر يحققوا الفوز.
عايزه اقول كمان ان مباراه العوده بقى هتبقى بعد بكره يوم الاربعاء، دي هتبقى المباراه النهائيه اللي هيتحسم فيها ان شاء الله مين بطل الدوري المرتبط للسنه دي. أما عن فريق السيدات السلة اللي أغلق صفحة الفوز تماما على نادي الزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط، ومباراة كانت حقيقة من تقريبا من طرف واحد، يعني قدرت فيها سيدات الأهلي إن هم يفوزوا بفرق 53 نقطة على نادي الزمالك. النتيجة النهائية كانت 86-33. أما بقى يعني مش بس كده، كمان التفوق الأحمر الكاسح قدر أنه هو يوصل كمان لبنات السلة تحت 18 سنة اللي أيضا كسبوا نادي الزمالك بفرق 47 نقطة. النتيجة كانت 73-26 لصالح فتيات نادي الأهلي. ومن المقرر بقى أن يلتقي النادي الأهلي في نصف نهائي بطولة الدوري المرتبط من الفائز من مباراة الطيران والجزيرة، يعني الفائز من الطيران أو الجزيرة هو اللي هيقابل نادي الأهلي إن شاء الله في نصف نهائي دوري المرتبط. الجدير بالذكر كمان يا نهواند انه حامل لقب البطوله دي السنه اللي فاتت كان ايضا سيدات نادي الاهلي، ان شاء الله السنه دي كمان يبقى اللقب من نصيبهم. اما بقى عن الفريق الاول لكره اليد رجال، تدريبهم النهارده الساعه 4 في مقر النادي هنا بالجزيره بمشاركه اللاعبين الدوليين اللي كانوا غايبين يمكن فتره طويله عن التدريبات ورجعوا بشكل قوي جدا للتدريبات عشان يستأنفوا تدريباتهم بشكل طبيعي جدا. عندهم بيستعدوا مع باقي الفريق لمباراتين مهمتين مع سبورتنج وسموحه يوم الخميس والجمعه اللي جايين من بطوله الدوري. أما عن سيدات اليد، تدريبهم النهاردة الساعة 8 مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل استعدادا لمباراة الترسانة يوم السبت اللي جاي في الدوري. أيضا عايز أقول بس أن الفريق كان فاز، فريق سيدات اليد كانوا فازوا في آخر مباراة أمام مركز شباب الأنعام بنتيجة 74-7 ليواصل تصدر البطولة، ويبقى لحد دلوقتي فريق سيدات اليد مخسرش ولا مباراة من أول بطولة الدوري. أما عن الفريق الأول لكرة اليد رجال، هيواصل تدريباته النهاردة الساعة 6. الفريق بيستعد لاستكمال سلسلة المباريات الودية اللي كان بدأها، يمكن دي الطريقة اللي بيستعد بيها رجال كرة الطائرة من أول الموسم. يمكن الماتشات لسه مش معروف أو مش محدد لها تلعب إمتى، لكن الفريق حريص جدا هو والمدير الفني للفريق أن هو يستعد بشكل قوي من خلال المباريات الودية اللي بتتلعب. الودية القادمة هتبقى يوم الخميس مع نادي فتروجيت. واخيرا بقى خلونا ما ننساش كمان ناشئات النادي الاهلي اللي هم بيحققوا كمان بطولات دايما رافعين النادي الاهلي وخلينه في الصداره او في مكانه الطبيعي. نبتدي بفريق ناشئات الطائره تحت 14 سنه، مباراتهم النهارده مع هليوبلس الساعه 8 على صاله الاهلي في اطار منافسات بطوله منطقه القاهره. اما عن فريق ناشئات اليد مواليد 2004، عندهم مباراه النهارده مهمه هتبتدي الساعه 2 على صاله النادي الاهلي هنا بالجزيره مع نادي الزمالك. المباراه دي استعد لها المدير الفني للفريق والجهاز الفني كله بشكل قوي، واللاعبات كلهم في حالة بدنية وفنية ممتازة. بكده تبقى انتهت كل أخبارنا وأخبار الرياضية من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. بشكركم جدا على المتابعة. شكرا كريم، شكرا نهواند، العودة إليكم مرة تانية في الاستوديو. تفضل. شكرا ليكي، وبالتوفيق لكل يعني الفرق المختلفة في الأهلي، إن شاء الله كده يرفعوا راسنا زي ما هم على طول بيعملوا. شكرا ليكي يا مان. نروح بقى على مقر جريدة الوطن وزميلتنا العزيزة جدا مريم سميح اللي هنتابع معاها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع، وبالمناسبة هيكون ليها لقاء كمان مع الأستاذ محمد يحيى وهو رئيس القسم الرياضي في جريدة الوطن. صباح الفل عليك يا مريم، اتفضلي. بصبح عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهواند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة، جولتنا الصحفية النهاردة من داخل صالة التحرير جريدة الوطن، وطبعا هيكون بصحبتنا الأستاذ محمد يحيى رئيس قسم الرياضة بجريدة الوطن. ولكن خلينا الأول نستعرض العناوين اللي هتكون معانا النهاردة خلال هذه الجولة. العنوان الأول من جريدة الشروق، ثلاث سيناريوهات تضع المنتخب الوطني في التصنيف الأول لقرعة المباراة الفاصلة. ومن جريدة الجمهورية، كأس العرب ليست نزهة. ومن صحيفة الشرق الأوسط، تونس تنتظر مواجهة زامبيا وقمة نارية بين كوتيفوار والكاميرون غدا. وأخيرا العنوان الأخير اللي هيكون معنا النهاردة في هذه الجولة من الوطن، المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 7 من أوروبا مع قطر والبرازيل. طبعا يسعدنا أن احنا نتناقش في كل هذه العناوين النهاردة مع الأستاذ محمد يحيى رئيس قسم رياضة بجريدة الوطن. منورنا ومشرفنا يا استاذ محمد، بصبح عليك. صباح الفل ومنورين جريدة الوطن، ودايما يعني منورنا.
طيب خلينا في البداية نبدأ بعنواننا الأول. يمكن عندنا سيناريوهات هتضع المنتخب الوطني طبعا بقيادة كارلوس كيراش في التصنيف الأول، يمكن يعني بكرة مواجهة هامة أمام الجابون في الجولة السادسة والأخيرة، يعني يمكن إن هي تحدث فارق في فرص المنتخب في التواجد ضمن فرق التصنيف الأول لقرعة المرحلة الأخيرة. يعني عندنا سيناريوهات يمكن فوز مصر، خسارة تونس وخسارة الجزائر. يعني يمكن هو الموقف صعب شويه موضوع التصنيف. يعني خلينا نقول في الاول ان الطبيعي ان المنتخب اللي عايز يوصل كاس العالم يبقى مستعد ان هو يقابل اي منتخب، مستعد يقابل اي فريق سواء بقى ان كان كبير او صغير، عشان نقدر نحقق الهدف اللي احنا عايزينه، والهدف اللي هو الوصول طبعا لكاس العالم. فلازم ما يبقاش عندنا حساسيه او ان احنا نقابل اي فريق سواء بقى تونس، جزائر، مغرب، اي حد، نيجيريا. فالامل دلوقتي بالنسبه ان احنا نكون تصنيف اول هو سقوط احد المنتخبات الخمسه الكبار، ان هم ما يتاهلوش سواء نيجيريا او تونس او الجزائر. يمكن اللي فرصتها صعبه شويه يمكن تونس، لان تونس كانت محتاجه نقطه في المباراه الاخيره وما قدرتش ان هي تاخدها واتغلبت من غينيا الاستوائيه، وكمان دلوقتي عندها مباراه قدام زامبيا بكره، والمباراه صعبه لان منتخب زامبيا فريق قوي وفريق شاب وعنده لعيبه مميزه جدا، فالمباراه صعبه. ولكن منتخب تونس يعني محتاج ان هو يحقق الفوز، وده ممكن يكون فيه ارتباك لان التعادل بتاع تونس كمان هيبعدها عن التاهل، وده هيخلي مصر تتقدم للخمسه الاوائل. هي مش هتتقدم في التصنيف ولكن هتصبح من الخمسه الاوائل في التصنيف، لان تونس لو هي اللي من الخمسه الاوائل وفقا للتصنيف الاخير للاتحاد الدولي لكره القدم. فبالتالي التصنيف احنا هنا املنا في تونس. يمكن فرصه خساره نيجيريا او الجزائر صعبه شويه، لان هم يعني عندهم نجوم كبار وعندهم يعني اجهز لي او وفرصهم اسهل من تونس في التاهل للمرحله النهائيه من التصفيات. فبالتالي التركيز اكتر على مباراه تونس مع زامبيا. ولكن زي ما قلت في الاول، اي منتخب عايز يوصل كاس عالم ما عندوش مشكله ان هو يقابل حد، ما عندوش مشكله ان هو يقابل. يعني احنا في المجموعه في مجموعه فيها منافسه ما بين الكاميرون وكوت ديفوار نفسهم، واحده فيهم بس اللي هتوصل اصلا للمرحله النهائيه. فبالتالي انت لازم تكون جاهز لمواجهه اي حد. الاثنين من المنتخبات الكبيره، كل المنتخبات كبيره، فبالتالي ومنتخب مصر كمان فريق كبير. احنا عندنا لعيبه على مستوى عالي، عندنا جهاز فني عالمي بقياده كيروش، عندنا كمان المرحلة الأخيرة اللي هتكون لسه مبارياتها في شهر مارس، هيبقى عندنا فترة. احنا خلي بالك برضو كيروش بقاله أقل تقريبا من شهر واحد مع منتخب مصر، فلسه برضو مش الأداء والسيستم مش فاهمه كويس، لسه عندنا بقى منافسات تانية هيدخلها واستعدادات أكتر. فبالتالي هي على ما نوصل لشهر مارس أنا أتوقع أن منتخب مصر يكون شكله أفضل بكتير مع كيروش. هيفضل يعني احنا شفناه في المعسكر اللي فات استبعد قفشة ومحمد شريف، هو مش لسه برضو مش حاطط إيده على العوامل الكويسة اللي موجودة في منتخب مصر، أو هو إزاي ممكن يوظف قفشة وشريف مثلا. نفس القصة المعسكر ده شفنا بيستبعد طارق حامد. معنى كده ان هو بيستكشف لسه منتخب مصر، بيستكشف امكانيات لعيبة منتخب مصر. شفناه النهاردة بيلعب بأكرم توفيق باك رايت، لسه بيدور على باك رايت، لسه في حاجات كتير مش متظبطة جوه منتخب مصر مع كيروش، هو بيعرفها مع الوقت. فانا اعتقد ان احنا مع وصولنا لشهر مارس هنكون لعبنا منافسات كاس العرب، هنكون لعبنا ان شاء الله نهائيات كاس الامم الافريقيه، فالحاجات دي البطولات المجمعه والمنافسات الطويله بتديله مساحه اكبر ان هو يقدر يشوف اللاعبين كويس، يقدر يقيم ادائهم، يقدر يعرف يطلع من كل لعيب ايه، هيكون شاف مباريات في الدوري، هيكون شاف حاجات اكتر، يقدر يضم لعيبه اكتر لمنتخب مصر الفتره اللي جايه. يمكن بذكرك يعني منافسات كأس العرب واللي هتقام من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل، يمكن هيبقى فيها تجربة ملاعب طبعا قبل بدء يعني كأس العالم يمكن بعام، وهي فترة كافية، ولكن يمكن في ناس كتير شايفة ان هي محطة تجارب او هتكون نزهة. انت شايف برضو كده ولا شايف ان ده هيكون يمكن تأهل زيادة للمنتخب ان هو ياخد على الوضع هناك؟ يعني انا شايف اولا ان هي ليها دور على المستوى العربي والمستوى الاقليمي. مصر دايما بيبقى ليها رياده في البطولات دي وبيبقى ليها تواجد كبير، دايما كنا بنشوف منتخب مصر هو عنصر اساسي وفعال في البطولات دي عشان احنا لينا هويه عربيه مميزه، فلازم طبعا بنحافظ عليها، والبطولات دي هي بتساعدنا ان احنا نحافظ عليها. ورجوع البطولات دي سواء على مستوى الانديه او المنتخبات بيدي فاليو اكبر للفرق، خصوصا كمان ان الفيفا المره دي بيعترف بالبطوله وهو اللي بينظم كاس العرب، فبالتالي بيدي فاليو اكبر للهواء العربيه والقيمه العربيه في المنافسات. فدي ده جزء. الجزء الفني لا طبعا انا شايف ان هي مفيده عشان
كيروش قبل ما نروح كاس الامم الافريقيه نبقى احنا عارف واقف على فريقه هيبقى عامل ازاي. طبعا المحترفين مفروغ من قدراتهم، يعني مفروغ من قدرات محمد صلاح، من قدرات محمد النني، ان شاء الله تريزيجيه يكون رجع ويخش مع المنتخب، مع عمر مرموش، كل الناس دي مفروغ من قدراتها خلاص ومش هتبقى موجوده في كاس العرب. هي الفرصه ان كيروش يشوف اللعيبه بشكل اكبر. ولو تفتكري دايما قبل كاس الامم كان المدير الفني اي ما يكون اسمه بيطلب ان المنتخب ناخد فتره طويله من التوقف قبل كاس الامم عشان يعمل معسكر طويل، اللعيبه تبقى مركزه اكتر. هي دي الفرصه جايه لنا عشان يعني حتى بخلاف المنتخبات العربيه الثانيه سواء قطر او الامارات او السعوديه او الفرق اللي هي من اسيا مش هيبقى فارق معاها، لكن فارق معانا احنا عشان داخلين على كاس الامم الافريقيه في شهر واحد، فهتدينا احنا دفعه اكبر وامكانيات اكبر ان احنا نستكشف عدد اكبر من اللعيبه ونجهز المنتخب بشكل كويس قبل كاس الامم الافريقيه. فانا شايف بالعكس ان هي فرصه كويسه جدا لعمل تجانس ما بين اللعيبه ولعمل تكوين الشكل التكتيكي اللي ممكن كارلوس كيروش يعتمد عليه مع منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه. تمام، لو هنتكلم عن تونس وزامبيا غدا صراعهم على يعني المجموعه الثانيه، وكوتوفار والكاميرون برضو صراع او صدام على الحصول على بطاقه المجموعه الرابعه، خاصه ان خساره تونس يمكن اربكت بعض الحسابات، شايف ده ازاي؟ يعني منتخب تونس فريق قوي وعنده لعيبه مميزه كتير يعني، ولكن كلهم كانوا خارج الخدمه. يمكن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس كان يعني تصريحاته ان هو مصدوم ان هو كان يكفيه التعادل في المباراه اللي هناك، لكن فوجي ان هو اتغلب وان هو فاللعيبه ما كانتش في احسن حالتها. فيمكن ده العمل الارتباك دوت. يمكن منتخب تونس برضو عانى من بعض الحاجات اللي قبل المباراه كانت برضو عوامل مش مناسبة، إصابات بعض اللعيبة واضطر إن هو يستدعي حمزة المثلوثي، فبالتالي عنده مشاكل كتير وعنده غيابات كتير، في لعيبة مش في مستواها، لاعب زي فرجاني ساسي مثلا مش في مستواه من ساعة ما راح الدحيل القطري. فبالتالي لا، منتخب تونس فرصته أنا زي ما قلت في الأول هو الأقرب طبعا للترشح، ولكن خصوصا المباراه على ارضه وملعبه في تونس، ولكن برضه يبقى منتخب زامبيا منتخب خطير، منتخب مميز، عنده لعيبه قويه جدا، عنده سرعات، عنده قدرات على يعني خطف نقطه التعادل. فكره التعادل دي خطيره جدا على منتخب تونس، لازم ان هو يضمن التاهل مبكرا ويقدر ان هو يحقق الفوز بدري في المباراه. المواجهه الثانيه مواجهه كبار، دي ما تنفعش فيها توقعات، زي بالظبط زي ماتش الاهلي والزمالك، ماتش الاهلي والزمالك صعب ان احنا نتوقع فيه، فهي نفس القصه بالظبط. ماتش كوت ديفوار والكاميرون فرقتين كبار جدا، فرقتين عندهم القدرات والامكانيات البشريه كلاعيبه ان هم يقدروا يتاهلوا لكاس العالم مش للمرحله النهائيه من التصفيات، فطبعا الاثنين منافسه قويه جدا ما بينهم، ومعروف من اول القرعه ومعروف ان المنافسه او الفرصه على البطاقه هتنحصر ما بين الاثنين. فطبعا ان شاء الله يعني احنا بالنسبه لنا مش هيكون فارق قوي اي ما يجي منهم الاثنين بالنسبه لنا زي بعض متساويين في القوه، فما فيش مشكله بالنسبه لمنتخب مصر فيهم، بس هنشوف مباراه قويه بكره ان شاء الله. اخيرا وسريعا ايضا لو هنتكلم عن بعد تاهل كرواتيا وصربيا واسبانيا، يمكن اصبح عدد المنتخبات المتاهله 9 منتخبات من ضمنهم 7 اوروبيه، شايف المنافسه ممكن تكون ازاي في ظل يعني بعد صعود هذه المنتخبات؟ اكيد المنافسه صعبه، الفرق الكبيره معظمها صعدت، يمكن المفاجات او الفرق اللي هي مش من الكبار اللي تاهلوا، يمكن صربيا مثلا مفاجاه، يمكن الدنمارك ان هي ضمنت التاهل 9 مباريات محققه العلامه الكامله، فطبعا فريق مميز جدا وشفناه في يورو 2020 كان فريق قوي جدا وفريق مميز جدا. طبعا الفرق الكبيره زي بلجيكا تاهلت، يمكن بلجيكا انا بشوفها منتخب عنده كل الامكانيات بس ما بيحققش نتائج، فطبعا دي علامه استفهام كبيره هل يقدروا يتجاوزوها في كاس العالم ولا لا. طبعا كمان منتخب فرنسا بكل النجوم بتوعه تاهل، يمكن المفاجآت قليله جدا، لسه في بعض المنتخبات الكبيره المهدده بعدم التاهل زي مثلا منتخب البرتغال مهدد لحد دلوقتي، وكريستيانو رونالدو ممكن ما نشوفوش في كاس العالم، السويد عندها مشكله وممكن ما تتاهلش، في اكتر من منتخب عنده مشاكل، ولكن اللي احنا شايفينه الفرق الكبيره بتتاهل، بلجيكا، فرنسا، المانيا تاهلت مع هانز فليك من ساعه تغيير الجهاز الفني، وفي تحسن في اداء المنتخب الالماني ومحقق برضه العلامه الكامله، فطبعا يعني كل ده بينذر ان شاء الله ان هيبقى عندنا كاس عالم قوي نقدر نشوف نستمتع بالكوره. نتمنى ان منتخب مصر يكون موجود في كاس العالم عشان يمثلنا خير تمثيل ان شاء الله في كاس العالم. بشكرك جدا استاذ محمد يحيى رئيس قسم رياضه بجريدة الوطن، نورتنا وشرفتنا. متشكر ليك وانتوا اللي نورتونا ومنورين دايما مكانكم.
دي طبعا كانت جولتنا، ويمكن زي ما احنا شفنا مفاجآت كتير بتشهدها النسخة المقبلة أو نسخة 2022 من كأس العالم، زي طبعا ما وضح لنا الأستاذ محمد يحيى رئيس قسم الوطن، رئيس قسم رياضة بجريدة الوطن. بشكركم جدا، كلمة ليكم مرة أخرى. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح، وأكيد تحياتنا للأستاذ محمد يحيى، ومكملين بقى مع حضراتكم سلسلة أخبارنا الغريبة إلى حد كبير. أيوة لسه كنت هقول والله معانا خبر أو ده من الأخبار اللي احنا دايما نحب برضو ان احنا نعرضها مع حضراتكم ونستعرضها، لان هي بتبقى عامله ضجه او حصل فيها حاجات برضو مش طبيعيه، سواء بقى مصارعه او غيره. بس الرياضه اللي معانا دلوقتي هي مصارعه، واحنا عارفين دايما بيبقى فيها مقاسي، يعني هي رياضه عنيفه رغم طبعا انتهائها بيكون بفوز احد الطرفين، لكن المباراه دي كانت غريبه. ليه بقى؟ لان واحد من الطرفين دول الامريكي اسمه ماكس هولي فاز على المنافس الاخر مكسيكي اسمه يائير رودريغيز في بطوله الفنون القتاليه المختلطه. المباراه كانت قويه جدا، خلصت بعد 5 جولات. عاده ممكن تخلص المباراه او المصارعه بعد 2 3، لا دي فضلت لغايه 5 جولات، وكانت أو هي كمان اختيرت على أنها المباراة الأفضل ضمن دوري الفنون القتالية. بس بعد كده بقى، بعد ما انتهى النزال يا كريم اللي هو قوي جدا، يعني بوصف اللي كانوا موجودين ووصف الناس كلها، تم نقل الاثنين بقى المصارعين الاثنين للمستشفى، وحاجة كانت لأن هما كان عندهم إصابات شديدة جدا. يعني عادة برضو الفائز بيكون هو الأفضل، الفائز بيكون صحته أفضل، بيكون يعني متلقي أقل الضربات، لكن الاثنين كانوا مصابين ومصابين بشده، فالاثنين اتنقلوا للمستشفى. طيب العائد من ده ايه؟ يعني بعد البهدله دي كلها هم هيحصلوا على 50,000 دولار من الاتحاد يو اف سي كمكافاه على هذا النزال القوي يعني والمباراه المهمه. فيعني هيصرفوهم على العلاج زي ما تقول لك كده، هيصرفوهم على العلاج. يعني هل فعلا يعني مستاهله ان انت تخرشم قوي كده علشان 50,000 دولار؟ يعني بس دي حاجة برضو من الحاجات اللي كانت غريبة، وفي نفس الوقت كانت عاملة رواج كبير على السوشيال ميديا. واستكمالا بقى لسلسلة الأخبار الغريبة اللي احنا جاهزين لحضراتكم بيها النهاردة، لو تفتكروا فاكرين الله يرحمه حسن مصطفى وهو ناظم مدرسة المشاغبين، فاكرين الجملة الذهبية اللي قالها ولابس كده ليه عفت؟ أو الجملة دي اتحققت بشكل أو بآخر في تفاصيل الخبر اللي احنا هنقول لكم عليه. حالة كبيرة جدا من الجدل حول حارسة مرمى، هل هي انثى ولا كان غريب ذكر؟ قوي الموضوع يعني ده. انت ست ولا انت راجل ولا انت ايه ظروفك؟ القصه اثارها الاتحاد الاردني لكره القدم اللي تقدم بالفعل بشكوى رسميه للاتحاد الاسيوي للتحقق من جنس احدى لاعبات منتخب ايران لكره القدم النسائيه واللي شاركت في مباراه نهائي تصفيات كاس اسيا، ويطالب الاتحاد بضروره فتح تحقيق واتخاذ كافه الاجراءات المناسبه. لو كان في هناك يعني اي شك في أهلية لاعبة مشاركة في المنافسات. شهدت هذه المباراة فوز منتخب إيران للسيدات على نظيره الأردني بركلات الترجيح، المباراة اللي شهدت هي الأخرى تألق حارسة منتخب إيران، وهي دي اللي عندها مربط الفرس، هي دي اللاعبة المشكوك في جنسها، ليفوز المنتخب الإيراني بنتيجة 4-2. أشار الاتحاد الأردني لكرة القدم إلى أهمية إجراء تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء الطبيين المستقلين عشان يتحققوا من أهلية اللاعب او اللاعبه المعني او المعنيه، وطبعا كل اعضاء الفريق، لا سيما ان فريق كره القدم النسائي الايراني ليه تاريخ طويل في قضايا من هذا النوع، سواء نفس الفكره بالظبط او حتى تعاطي المنشطات. فهو المنتخب الايراني لكره القدم للسيدات عنده هيستوري، باد هيستوري نقدر نقول. بص انا شفت الصوره بتاعتها امبارح وشفت اللي كان مكتوب والكلام ده كله، بس يعني هي اعتقد باين انها بنت الى حد كبير. يعني انت ما خدتش بالك؟ انت ما خدتيش بالك ان انا فيا انوثه اكتر منها بكتير؟ ما خدتيش بالك من الصوره دي؟ لا الصوره طبعا بتقول ان في حاجه مثيره للشك. بص يعني اضعف الايمان تشكي. ده اكيد. لا 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 من ناحيه الشك طبعا طبعا في شك اكيد اكيد، ولازم تبص كويس جدا عشان تقدر تتحرى. وده بيحصل لناس على فكره، اوقات والله بنشوف ناس في الشارع مش فاهمين هم رجاله ولا ستات، دي بتحصل في الخارج كمان اكتر طبعًا. بس يعني لا انا ما اعرفش، انا يعني ما عنديش يعني اسمها ايه؟ طب انت عايز تقولي ايه وانا اقول لك اسمها؟ يعني الحيره يعني الناس أوكي. اللي واخده راي في كانت اراء كتيره جدا يعني بتنتقد اصلا الفكره ان هم ازاي بيشككوا، وفي ناس بتقول لا فعلا مش عارف ايه. فانا واخده، انا هاخد الجنب ده اللي هو لا، يعني في الاول وفي الاخر اصل هي حاجه لو
مش بسيطة علشان يحاولوا ان هم يمشوها، يعني هي مش الطرحة وان هي تبقى واقفة كده، يعني لو هي راجل هتبقى فيها مساءلة كبيرة جدا، هم برضو مش ناس عبيطة يعني. طب لو تفتكري احنا كنا من هقول لك امتى، من كام شهر وكنا بنتكلم عن خبر ليه علاقة بألعاب القوة، كان سباق ألعاب قوة تمام، وكان حد برضو لاعبة أو لاعب يعني لاعبة في منتخب إفريقي ما، أنا مش فاكر التفاصيل إيه، بس كان في نفس القصة وبرضو بقية الناس اللي كانوا معاها في نفس المنافسة. وفي الأولمبياد. أيوة الله ينور عليك، كان في الدورة الأولمبية صح كده. عداءة كانت. صح كده أيوة عداءة مظبوط. يعني متكررة الحكاية. وطلب وفي الآخر طلعت بنت. على كل حال إحنا مالناش دعوة، أكيد هيتم إثبات ده. طيب كده الفقرة الأولى وكمان الإخبارية انتهت، هنروح فاصل بعد كده هنرجع من حضراتكم وأولى فقراتنا الحوارية، وزي ما اتكلمنا فيها أو نوهنا هنتكلم عن اليوجا والنيرفانا وفوائد اليوجا إيه، وهل هي زي ما السؤال كان طرح يعني بديل للجيم ولا لا، بس يعني أعتقد لا يعني. خلينا نتابع بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده مع حضراتكم عن اليوجا، ويمكن اتكلمنا فيها اكتر من مره كمان، واحنا بنتكلم عنها اكتشفنا ان هي مش مجرد نوع واحد، ان هي مجموعه من الانواع المختلفه. برضو من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا فيها قبل كده الفرق بين اليوجا العلاجيه واليوجا الاسترخائيه، لكن النهارده هنتكلم عن اليوجا وعن النيرفانا، وطبعا هنعرف تفاصيل كتير عنها، وهي طبعا من المستجدات في دنيا الاسترخاء ودنيا اليوجا، هنعرف تفاصيلها اكتر مع ضيفتنا اللي منورانا كابتن مارو كمان، مدربه يوجا ومدربه نيرفانا. صباح الفل عليك. صباح النور. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. طبعا هندخل في اليوجا بتفاصيلها، بس الاول انا كنت لسه حتى بقول لك واحنا في الفاصل قلت لك انا بالزبط. ما سمعتش عنها قبل كده. النيرفانا هي لسه جديده. ويعتبر انا اول مدربه في مصر موجوده حاليا فيها، بس بنبتدي بقى نعمل زي كورسز، يعني ان احنا ايه نبقى في كذا حد بيدرب نيرفانا، يعني ده هدف. ادينا خلفيه كده عنها، منبعها من اي دوله؟ هي منبعها من سلوفانيا من اوروبا. المفروض ان هي مختلفه عن اليوجا الهندي، يعني المفروض ان اليوجا منبعها الهند. مظبوط. لا هي مدرسه واليوجا مدرسه، الاثنين فيهم حاجات مشتركه طبعا، بس الحاجات المشتركه اللي بينهم مش زي اليوجا وانواعها. يعني مثلا اليوجا حتى فيها انواع كتير قوي، فيها مثلا فانياسا وهاثا واشتانجا وراجا وباور يوجا، فكل دول بتحس في الاخر ان هم شبه بعض. لا النيرفانا مختلفه بقى. مختلفه في ايه بقى؟ مختلفه ان احنا بنبقى ماشيين بتكنيك تنفس معين، ده اول حاجه. طول السيشن بتاعتنا بنبقى التكنيك بتاعنا بيبقى انهال من النفس بتاعنا، بناخده من مناخيرنا وبنخرجه من بقنا. طيب اللي هو التنفس البطني. مش ده قاسم مشترك ما بينها برضو ما بين اليوجا؟ احنا بنعمل التمرين ده في اليوجا في الاخر قبل المديتيشن. اوكي. يعني دايما بنعمل التمرين البطني ده او البي ال بي قبل المديتيشن، بحيث ان الناس تطلع الاسترس والتوتر اللي جواها. المديتيشن اللي هو التأمل، عشان الناس بس تبقى فاهمه احنا بنقول. تمام. هي اليوجا ثلاث خطوات، ثلاث حاجات. بنبدا بتمارين تنفس وجسديه، وبعد كده بنبدا في تمارين اللي هي الصفاء الذهني اللي هي التأمل.
حلو. تبتدي الناس تهدى خالص وتبقى ريلاكس وبتخرج حتى من السيشن هاديه. طب انهي اللي بيعمل مفعول اكبر فيما يتعلق بالهدوء، هل النيرفانا ولا اليوجا؟ الاثنين حلوين. انا بدرب ده وبدرب ده، فما اقدرش اقول ان انهي احلى من الثاني. طب انهي اصعب في تطبيقه؟ برضو على حسب اللي جايه تحضر، يعني ممكن مثلا واحده جايه تحضر عجبتها النيرفانا، هي النيرفانا بتعجب عموما الناس الهايبر، الناس اللي بتتحرك، لان هي فيها حركه هي فيها اكثر حركة. من احنا الحركات بتاعتنا كلها فلو، بنتحرك كاننا حتى بنرقص. أوكي. مش شبه اليوجا فيها بوز ثابته واشكال لا، احنا بنتحرك فيها كاننا بالظبط بنرقص. معنى كده ان النيرفانا برضو ليها فوائد جسمانيه الى جانب النفسيه بالظبط كده. هي طبعا بتتون العضلات، غير طبعا ان هي بتنقي الجسم كويس قوي من السموم. طريقه التنفس بتاعتنا اللي هي البي ال بي ديت، اللي هي التنفس البطني ده، المفروض ان هو بيخلي الصدر يوسع اكتر، فبالتالي بيستقبل كميه اكسجين اكتر، وينظف الجسم احسن. اوكي. احنا بنبقى شغالين ده من اول لحظه في السيشن، بنعمل تيست كده للتنفس، اشوف مستوى الناس، كل واحد يعرف مستواه قد ايه، وبعد كده بندخل بقى سيركت سيركت سيركت، كل سيركت ليها طريقه تنفس مختلف. طب بقول لك ايه يا كابتن مارو، ما تيجي نتكلم بشكل عملي وتورينا كده حتى الفرق اللي ما بين اليوجا والنيرفانا بشكل عملي. احنا شايفين على المات يعني، يا ريت عشان يبقى كلام ايه متشاف كمان، مش مجرد مسموع يعني. لا بس الكوتشي اتفضل. هي برضه بتعتمد على حته ان انت تبقي لامسه الارض وحاجات دي. ما هي برضه كلهم نفس المدرسه المبدا يعني. يعني مثلا هنقول اليوجا مثلا. أوكي. البوز مثلا هناخد انهال وبعد كده بننزل نتاتش مش تريك، وبنفضل ثابتين تقريبا من 5 لـ10 عدات او تنفسات. تمام. بس النيرفانا احنا مش كده، لا النيرفانا مثلا في حركات بتبقى ازاي، بناخد النفس وننزل نخرج النفس، بعد كده بنشد كده ناخد نفس تاني، بعد كده بننزل نخرج النفس نطلع ناخد النفس. شايف الحركه؟ في بقى حركات في النيرفانا مثلا نقف كده تمام، المفروض ان انا هاخد النفس بعد كده بنزل اخرج النفس كده برجع اخد النفس وبعد كده بلف انزل. اوكي. الفرق بقى ان انا في الحركات بتاعه النيرفانا، في اول مجموعه مثلا بعملها بيبقى النفس بتاعنا 4 عدات وبخرجه 4 عدات. نفس 4 عدات بمعنى ان انت بتاخدي النفس وتكتميه 4 عدات؟ لا لا لا، مش بنكتمه، احنا بناخده كانك بتعد 1 2 3 4. اوكي. يعني بنخرجه كانك بس بنخرجه منين بقى؟ من الفم. والنفس بناخده على ايه؟ على بطننا. تمام. يعني بناخد النفس ونخرجه تمام مش على الرئة. اوكي. طب والواحد والواحد بيعرف يتحكم فيها ازاي دي؟ هو مش المفروض ان النفس بيدخل على الرئة بالظبط كده؟ بس احنا في البداية خالص بنبتدي نخلي الناس تحط ايديها على بطنها كده ونبتدي ندربهم ازاي النفس بيدخل على المطن. يعني بص كده الحركة بتاعت ايدي، انا ايدي اهو ببتدي اخد النفس. اوكي. كأني بنفخ بطني بعد كده بخرجه. طب ايه الفايده في ان احنا ناخد النفس على البطن مش على الرئه؟ علشان لما بتاخد النفس على بطنك بتخلي الرئه تستقبل اكسجين اكتر بكتير. أوكي. الحجاب الحاجز بيوسع، يعني بتوسع الشعب الهوائيه والحجاب يعني. الحاجز فبتبتدي توسع فيبتدي الهواء يدخل اكتر. اوكي. تبتدي تخرجه فيبتدي يطرد طبعا السموم، واحنا عارفين طبعا في عمليه الانهال والاكسهال احنا بنطرد اغلبيه السموم اللي في جسمنا. تمام. فبالتالي وانت بتخرج النفس انت بتخرجه. اوكي. في اليوجا بقى النفس من مناخيرنا طول ما احنا شغالين عشان نحافظ على درجه حراره ايه؟ الجسم. النيرفانا لا، احنا بنخرج كده علشان نطرد السموم. تمام. طيب نرجع تاني برضو لابرز التمارين في الحالتين سواء يوجا او هما فيهم حاجات مشتركه. يعني مثلا ايه، هنقول ده مثلا اللي هو الكامل بوز ده. تمام. ده الكامل بوز اللي هو بتاع اليوجا. طب في النيرفانا بيبقى ازاي؟ احنا بنفضل ثابتين. النيرفانا لا، احنا بناخد النفس وبعد كده بنرجع نعمل البوز كده نرجع ناخد نفس تاني وبعد كده بنتحرك كده. اوكي. في حاجات بقى واحنا واقفين بتبقى شبه الرقص شويه، اللي هو مثلا ان انا ايديا كده ببتدي اخد النفس كده تمام بخرج النفس
وابتدي انزل كاني بعمل سناك. فالحركه نفسها بتخلي الناس الهايبر او الناس اللي هم عندهم باور يحبوا النيرفانا اكتر. ليه؟ بيتحركوا فيها مش ثابتين. في ناس تانية لا تقول لك هي متعبه بالنسبه لي. أوكي. متعبه لان انا مش عارف احفظ الحركه. فطبعا مع حضور الكلاسز كتير الناس بتتعلم ان هي تعمل الحركات. طب احنا قلنا ان اليوجا ليها، انت عدت لنا اربع خمس يمكن ست انواع مختلفه. النيرفانا نوع واحد بس. حتى الان هي نوع واحد. اوكي. يعني حتى الان هي نيرفانا بس. وهي تعتبر ميكس من اليوجا مع شيء من التمرينات الرياضيه. بالظبط كده. ما هي اسمها نيرفانا فيتنس. تمام. النيرفانا فيتنس هي يعني اكتر التركيز على التمرينات الرئويه. سد. بحيث ان هي حتى هي مفيده، يعني البي ال بي دوت هم بيعملوه الدكاتره في حالات الالتهاب الرئوي الشديد. يقول له دايما خد النفس على بطنك بحيث ان انت توسع الحجاب الحاجز بحيث ان الهواء يدخل اكتر. تمام. طيب نشوف برضو تمارين سواء مشتركه بين اليوجا والنيرفانا او فرق، يعني بتبين الفرق ما بين الاثنين. ما هي ما انا زي ما قلت لك كده، يعني مثلا في اللي هو مثلا في بوز زي كده في اليوجا. تمام. احنا بنفضل ثابتين وايدينا كده، بنفضل ثابتين، ده الورير. أوكي. بنفضل كده وبنفضل ثابتين شويه. أوكي. لان النيرفانا احنا مش بنفضل ثابتين، احنا بناخد النفس بنضغط على بطننا بنرجع ناخد النفس ننزل نخرج النفس، بعد كده الثانيه ناخد النفس. هي حركيه يعني احنا. أوكي. بنتحرك فيها، نخرج النفس نرجع ناخد النفس بعد كده نخبط. طبعا هي ليها ميوزك معينه بتبقى معانا. أوكي. بتبقى مع كل المدربين، ما ينفعش نشغل ميوزك ثانيه، هي ليها ميوزك مخصوصه ليها فعلا. اوكي. وطبعا ما بين كل مجموعه ومجموعه بنبتدي نقف 30 ثانيه بالظبط مغمضين عينينا ونبتدي نقول لنفسنا افرميشن معينه بحيث ان احنا توكيدات معينه بحيث ان احنا دماغنا تشيل اي ضغط او ستريس او تفكير بره السيشن. فمثلا احنا بنقول اول واحده ايه؟ اي ام بريذنج، انا بتنفس. وتبدا اللي معايا حاضرين يعني يبداوا يقولوا لنفسهم طبعا ذهنيا، فطول ما هم شغالين انا بتنفس انا بتنفس، طول ما هي بتعمل الحركات يعني مثلا كده انا بتنفس. تبتدي بتقول الكلام ده ايه؟ لنفسها. اوكي. ده بيساعد على التركيز يعني. في واحدة تانية I feel love، أشعر بالحب. طبعا شعور الحب ده هي طاقة كبيرة قوي، بتبتدي هي توزعها زي ما هي عايزة، بس أنا دايما بقول لهم ادوها لنفسكم يعني حبوا نفسكم أنتم. I feel grateful، أشعر بالامتنان أو أشعر بالشكر، يعني أشكر مين. فطبعا بيبقى هم حابين يدوا الطاقة دي لمين؟ بيدوها ذهنيا. I am powerful، أنا قوية. فتبتدي حتى في الكلمه بتاعت انا قويه دي التمرينه بتبقى قويه. طب يعني ما تدينا واحد ان باور كده عشان برضو ايه نستوعب الكلام. يعني مثلا ايه كده؟ ده المفروض ان انا هعمل التمرينه بتاعت انا قويه. أوكي. فالمفروض ان هي تاخد نفس تخرجه وبتفضل ثابته شويه بقى. أوكي. بعد كده ترجع تاخد نفس بعد كده تخرج. فيها زي استرتشات كمان. ايوه ما هي بيلاتس يوجا مع بعض، وفي نفس الوقت تمارين التنفس مهم. يعني ما ينفعش ان انا اعمل الحركه من غير ما اركز في النفس بتاعي. لا، هو انا بعمل الحركه انهال داون اكسهال، بعد كده انهال باخد النفس، بعد كده اكسهال، بعد كده انهال تاني. ويفضل بفضل كده طول الاكسرسايز بتاعي. تمام. طيب انت في تمارين ثانيه عايزه توريها لنا ولا نرجع بقى نقعد عشان نكمل؟ عشان انا مش عايز اتقل عليكي من انت بتعملي التمرين وبتشرحي في نفس الوقت. ايوه لا ممكن نقعد. بس الحكايه دي على فكره اكيد ليها فايده مهمه جدا على الصعيد التنفسي، فكره ان الواحد ينظم نفسه. صح كده؟ هي مفيده قوي قوي للناس اللي هم كانوا مرضى كورونا مثلا. يعني كتير قوي فعلا جم الكلاس دوت بعد قصه الكورونا كان عندهم زي ايه؟ ازمات تنفسيه. طبعا. اللي هو مش قادرين ياخدوا نفسهم وكده كويس. أوكي. فعليا بعد ما حضروا النيرفانا حقيقي حقيقي كتير شكروني ان هم بقوا يوصلوا للتارجت الحلو في التنفس. حلو. طب الى جانب التفصيله دي ايه تاني مفيد في النيرفانا وفي اليوجا جسمانيا ونفسيا؟ نفسيا هنقول مثلا نفسيا هي فعلا بتعمل بتسكيب الضغط النفسي. انت لما بتدخل سيشن يوجا
وتحضرها من اولها لاخرها بتمارين التنفس بتاعتها بالميديتيشن، بتخرج انت فعلا في الامتي بوكس، انت مش عايز تفكر في مشاكل، مش عايز تفكر في حلول لمشكله او ضغوط نفسيه عندك في الشغل او 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 او, أو. لا انت بتخرج منها تماما. طيب سواء اليوجا او النيرفانا، ايه نسبه انتشارهم في المجتمع المصري في الفتره الاخيره؟ لا ابتدوا ينتشروا قوي، وخصوصا ان في كان في وقت من الاوقات طبعا قبل ما نسمع عن النيرفانا كان الكلام على اليوجا، في ناس كانت فاهمه او شايفه ان اليوجا دي لا هي رياضه ولا هي يعني فاهمه مش عارفه تصنفها حتى. بص هو انا كده كده بدرس يوجا من تقريبا من 12 سنه. تمام. اول ما دخلت المجال بتاع اليوجا كان اغلبيته اللي بيدربوا اجانب. فبالتالي كان برضو عارف انت لما تجيب حد اجنبي بيبقى التواصل مع المصري شويه مش قوي، زي ما بيبقى في حد مصري يتكلم معاك عنها ويشرحها لك ويقول لك هي فوائدها ايه وعارف طبيعه شخصيه المصريين بالظبط كده وعارف طبيعه شخصيه المصريين. فلما جيت انزل التدريب كان في ناس بتدخل السيشن ايه ده هو انتوا بتعملوا ايه؟ طب وانت ليه مشغله شمع؟ وليه الدنيا ضلمه؟ وليه مش عارف ايه؟ طب ما عشان توصل للسكينه او الهدوء النفسي والسلام النفسي انت محتاج ان انت تقعد في جو هادي، الميوزك هاديه، ممنوع الموبايل طبعا. بس اليوجا ما تغنيش عن ممارسه الرياضه بشكلها الكلاسيكي المتعارف عليه ولا ممكن تغني؟ لا ما تغنيش، ما تغنيش. انا عايزه يعني اي حد انا بنصحه ان هو يتدرب الاثنين. اوكي. يتدرب الاكسرسايز العاديه اللي هو الكلاسز العاديه او يروح الجيم في نفس الوقت يحضر يوجا. زميلتنا نهاوند كانت بتقول من شويه ان مش عارف كان حد بعت لها السؤال ده ولا كانت في حوار بينها وبين حد وكان بيتساءل هو اليوجا ممكن تساعد على التخسيس؟ فعلا بتساعد على التخسيس التنفس. تخيلت ان لا. طب هقول لك على حاجه دلوقتي، احنا لما بنعمل عمليه الشهيق والزفير الزفير ده بيطلع فيه ايه؟ ثاني اكسيد الكربون بلس سموم متخزنه في العضلات والانسجه بتاعه الجسم، يعني بيحصل لان الاكسجين بينظف يعني. بالظبط كده بينظف الجسم كويس. حلو. لما تيجي تعمل الزفير دوت بيخرج من ضمن الكميه دي بيبقى الدهون اللي خارجه، فتمارين التنفس اصلا. استني 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 ابوس ايدك، ده موضوع مهم جدا لناس أيوة كتير. ده حقيقي. دهون ايه اللي خارجه يا ست الكل؟ بتخرج من النفس فعلا. بتخرج يعني من النفس ثاني اكسيد الكربون مش هنختلف فيه، لكن في حاجه اسمها الدهون بتخرج. دهون بتخرج من التنفس. طب ما كانش حد غلب اكتر نسبه دهون بتخرج من التنفس. طب ما لو الموضوع بالبساطه دي ما كان في ناس كتير نعمل تمارين تنفسيه المفروض ما خطرش على بال حد؟ لا ما خطرش على بال اطباء تخسيسيه حتى؟ لا لا بيقولوا على فكره، يعني في اطباء كتير دلوقتي مثلا من الابحاث اللي اتعملت بره مصر هم فاهمين ان اكتر نسبه دهون بتخرج من النفس. اوكي. طب يعني هل اي حد ممكن يمارس سواء اليوجا او النيرفانا ولا في فئات عمريه لا يفضل؟ لا احنا بنقول اليوجا للجميع والنيرفانا للجميع فعليا. اوكي. مش يفضل لا، بس يفضل لو حد عنده مشاكل اصابات في ظهره رقبته مفاصله لازم يقول للمدرب اللي معاه او المدربه. طب انا قلت لك ان عندي المشاكل دي هبتدي اديك التمرين المناسب ليك لجسمك، ما بقاش فيه تحميل على المفاصل في حال وجود مشاكل في المفاصل يعني. وبالعكس ده في كمان حاجات احنا بنستخدمها للي عندهم اصابات، يعني مثلا اللي عامل رباط صليبي اللي عنده مشكله في الكتف، احنا بندي تمارين تقوي العضلات بحيث انها ما تحملش على مفصل الركبه. اوكي. وطبعا ما بنتنيش ونفرد الركبه خالص، لا هي الموضوع بيبقى ان التمارين كلها مناسبه للعضلات اللي هي الاساسيه في الركبه. تمام. طيب اللي بيجوا لك في الكورسز اللي انت بتديها اكتر السيدات ولا رجال، شباب ولا سيدات. اكبر؟ هو منتشر موضوع اليوجا اكتر ما بين السيدات. ما بين السيدات. هو بص انا اقول لك على حاجه، هي الفكره الشرقيه ان انا اروح لمدربه بنتي دي عند الراجل ايه ده يعني. لا هو اصلا فكره ان الراجل بيمارس اليوجا مش منتشره قوي. لا هي موجوده بس هي مش منتشره بس موجوده يعني. أوكي. فيه بس لما بيلاقي اللي هتدرس بنت ممكن يهرب من السيشن. ليه؟ اصل ده مش تمرين مثلا في احمال ولا اوزان ولا مقاومه يعني. ما برضه فعلا يعني التفصيله دي في الثقافه العامه لسه ما اتغيرتش. يعني انا مثلا بسافر رحلات ريتريت في مصر هنا. اوكي. اغلبيه المشتركات بيبقوا بنات، تلاقي في وسط مثلا 15 بنت ولد واحد جاي. رغم ان الرحلات دي رحلات بتخليك فعلا في حاله استرخائيه تامه، انت بتفصل عن الشغل بعيد في اماكن على البحر والجبل ووسط الصحراء. الله حلو. طبعا ويساعد على مساله المديتيشن او بالظبط كده، هي اصلا بتحس ان انت ده الجو المناسب للمديتيشن والجو المناسب اكتر للتنفس، الاوبن اير عموما او الاماكن المفتوحه
احسن كتير قوي للتنفس، يعني انت لو وقفت في مكان اخضر هو ده خلاص كله اكسجين. فتنفس بقى ونظف الرئه، يعني صحيح. نظف جسمك ونظف الرئه. ده الواحد بينظف الرئه وبيسيق عينيه بالخضار والمنظر الجميل. وبتبقى مبسوط اصلا ان انت بتلعب في جو كده من الطبيعه. طبعا. وكمان يعني في ناس بتشيل المات اصلا، تقول لي مش هلعب على المات، انا هلعب على الارض او النجيل على طول. بالظبط كده، احساس حلو اصلا، بيبقوا مبسوطين بيه. انت نورتينا وان شاء الله يعني نشوفك على خير بعد كده باذن الله. واتمنى تكون الفقره دي عرفت الناس اكتر سواء باليوجا او بالنيرفانا، واحده من المستجدات في دنيا الرياضات التامليه انجاز التعبير. نورتينا. ده بنور حضرتك. شكرا. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع عشان نفتح بقى مع حضراتكم البوم الذكريات والنوستالجيا الجميله. اتفضل. زي ما كنا بننوه مع حضراتكم، النوستالجيا دي الفقره المحببه مش بس لجمهور يعني 10 صبح في الاهلي او جمهور الاهلي، لا لينا انا وكريم كمان، ويمكن احنا نوهنا عنها في اول يعني الافتتاح خالص بتاع قناه الاهلي او التجديد بتاعه، قلنا هنعمل فقره ثابته عن النوستالجيا، لان كلنا اكيد بنحب نرجع بالذكريات ونسمع عن لعيبتنا وابطالنا والتاريخ والارقام وغيره وغيره. خلينا نتكلم عن تحديدا منتخب مصر والذكريات الجميله مع يعني ضيفنا العزيز جدا، هو بقاله فتره غايب، استاذ محمد صادق مدير مؤسسه الارشيف العربي. يا صباح الفل عليك. صباح النور عليك يا استاذ نهاوند. صباح الخير يا استاذ كريم. صباح العسل، سعداء بوجود حضرتك. والله زمان. ايوه بالظبط. كان في روسيا يا استاذ صادق يا ست الكل. لا كده كتير. سايبنا احنا هنا في العجوزه وهو بيروج في روسيا. الحمد لله على سلامتك. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يحفظك يا فندم. عايزين النهارده بقى طبعا نتكلم عن يعني ايه منتخب مصر والتصفيات المؤهله للمونديال، او منتخب مصر والمشاركه في المونديال، يعني ممكن حتى نبتدي من اول 90 ولا عايز ترجع بالزمن اللي قبل كده؟ احنا النهارده اتفقنا ان احنا عشان تصفيات كاس العالم قلنا هنعمل حاجه على منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه. ماشي. احنا كل انتباهنا رايح لكاس العالم، لكن برضو كاس الامم الافريقيه واحنا يعني الرمز، واحنا اكبر دوله واخده بطولات، واحنا التاريخ، واحنا مؤسسين الاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي مقر هنا في مصر. فقلنا النهارده نعمل حاجه، الفقرة دي هنعملها على الأمم الأفريقية والفقرة الجاية عن كأس العالم. ماشي. يكون بيانات الرؤية. ماشي. هنلاعب الفرقة مين، مهما تكون قوية، مهما تكون فرقة إحنا أيام الفرقة دي كلها لعبناها وكسبناها. لو شفنا التصنيف الخمس فرق الكبار دولت اللي إحنا هنلعبهم، أي فرقة منهم كلهم كسبناهم. وكلهم وصلنا عن طريقهم كأس العالم. فمفيش حاجة صعبة، ده رسالة للشعب المصري، مفيش حاجة صعبة، إحنا رجالتنا قد أي فرقة إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن كأس الأمم الأفريقية وبدايتها وإزاي بدأت وإزاي الاتحاد الأفريقي بدأ. في شوية صور هنعرضها إن شاء الله، إن من أول 1957 ما بدأت الاتحاد الأفريقي هنا، حول اجتماع ويكون هنا مقره في مصر، وإزاي القيمة والقامة رحمه الله أستاذ مراد فهمي، إن هو إزاي إن هو كان من أوائل الناس اللي هم أنشأوا الاتحاد الأفريقي في مصر في 1957. وبعد كده اتفقوا مع بعضيهم، وجا في صوره هنا جايبه جميع من كل افريقيا، من مصر والسودان ومن اثيوبيا ومن جنوب افريقيا، اكتر من رمز اهي. شكرا. اول صوره اهي جايبه اول اجتماع للاتحاد الافريقي في مصر، ها ان هم يعملوا بطوله تجمع الدول الافريقيه وتزود العلاقات والمحبه بين الدول الافريقيه. سنه 57. 57 ده اول اجتماع اللي هم اتفقوا فيه، وكان في هنا في مصر، ان هم يعملوا بطوله افريقيه تجمع بين الدول الافريقيه لزياده المحبه والترابط الرياضي والفني والثقافي. جميل. فعملوا بطوله وقالوا ان اول بطوله هنعملها في الشقيقه الدوله السودان. ورحنا السودان وكان فيها ثلاث فرق مشتركه، مصر والسودان واثيوبيا. ثلاث فرق هم لعبوا اول بطوله، وكان اول ماتش لينا، وسبحان الله يعني احنا لعبنا بطولتين ورا بعض نفس الفرق، ها وده ماتش يجي في الاول، ده يعني اول ماتش لعبناه كان مصر والسودان، واول جون كان احرزه اللاعب اهو، كسبنا 2-1. اوكي. وكان الكابتن رأفت عطيه جاب جون، والكابتن الديبه جاب الجون الثاني، وكسبنا السودان 2-1 في اول لقاء، وكان ده في ام درمان في العاصمه السودانيه. ده بنتكلم سنه كام تحديدا؟ 1957. 57. ودي اول بطوله اتلعبت في يعني الامم الافريقيه، وكان بيشترك ثلاث دول، مصر، السودان، اثيوبيا. وكان ده اهو جايب حتى الصورتين اهم، اللاعبين اللي متصورين، كابتن رفعت هتلعب الزمالك، وكابتن ديو لاعب الاتحاد. تمام. الجميل بقى احنا كانت يعني تختلف زي دلوقتي بقى 16 فريق و24 فريق. كانت وقتها على الضيق ثلاثه بس. اي حاجه بتبدا كده طبعا على بسيط، وبتبدا مع حب الافريقيا. أوكي. ورئيس السيسي ما شاء الله يعني لما رجعنا لنا افريقيا ثانيه وبقينا في حضنها بقينا حاجه واحده، ها فده كويس لما نرجع لافريقيا وتاريخها محبه لمصر.
الماتش الثاني جميل قوي بقى. ليه؟ لعبنا مع اثيوبيا، كسبنا اثيوبيا، كسبناها او الحبشه كان ساعتها ليه اكتر من اسم، الحبشه وهيلا سلاسي ودلوقتي اثيوبيا وحاجات زي كده. فدلوقتي لعبنا الماتش ده، عملنا ماتش نتيجه حلوه قوي، كسبنا 4-0. حلو، والجميل التقدم اهو ده جميل. والجميل اللي جاب الاربع تجوان مين؟ كابتن الديبه. كابتن الديبه كان لاعب فريق العظيم نادي الاتحاد، انا بحب نادي الاتحاد قوي. لو ترجع للنادي الاهلي زمان كان دي شأن كبير، لما ترجع للنادي الاهلي في تاريخه كان كل لقاء قبل ما يبدا الموسم الرياضي يعملوا لقاء حبي الاهلي والاتحاد، فكانت بتوضد العلاقه الى الان على مدار 100 سنه علاقه بين الاهلي والاتحاد قويه جدا. بس واضح ان كابتن الديبه ده حاجه ما اتكلمنا اكتر عنه بقى. كابتن ديبه ده ليه قصه جميله يعني وواقعه. اول مره جول والتاني اربعه، اربع تجوان ورا بعض، بتتكلم في حد مش سهل ابدا. ده مش احرز هاتريك، ده احرز سوبر هاتريك، وده اول لعيب في اول بطوله يعمل حاجه زي كده، وده التاريخ بيقول. كابتن ديبه لاعب الاتحاد العظيم اللي كان اصلا بعد كده بقى حكم دولي، وليه قصه شهيره قوي ماتش الاهلي والزمالك. ايه اللي حصل؟ كابتن مروان وكان بيحكم الاهلي والزمالك، وكابتن مروان ياخد الكوره، وطبعا الحارس جوه منطقه الجزاء بديل حمايه كامله، بيجي ياخد الكوره رجليه بيبقى عامله كده ورافع رجليه وماسك عشان ايه نفسه. فاشترك معاه نادي لعيب نادي الزمالك فوقع، فقال لك الحكم راح ضرب الجزاء حسبها، حصل ضربه طوب، جمهور الزمالك راح يضرب في الامن، نزل الجمهور الناديين، المباراه باظت 71-70. يعني يمكن تاريخ ده مرتبط بكابتن الديبة بين اربع اهداف والفرقه الكبيره دي الاتحاد، وبالماتش اللي اتلغى والماتش ما اتلعبش في الماتش ده. دي حادثه من الاولى من نوعها، متهيألي ما اتكررتش. ما حصلتش يعني، ما حصلتش. لا ما حصل بقى انسحاب بعد كده. كابتن فاروق جعفر وكابتن ايمن عبد العزيز لما دخل كابتن ابراهيم الموضوع تاني حسن، وفي اول ربع ساعه الحكم اشهر الطرد عشان ده كان قانون ضرب من الخلف، فاتلغى الماتش. كان اكتر من لو كنا بقى على اتلغى كتير في كتير. لكن انا جبت بتكلم على كابتن الديبه. أيوة. القيمه والقامه والتاريخ كلاعب، كحكم، ها، ككابتن في نادي مصر ده في بطوله 57. لما جيب 59 كانت البطوله الثانيه، واتعملت فين؟ اتعملت في مصر. الصوره دي كويس جدا ان افتكرناها. كان ساعتها كابتن الفريق المصري الكابتن الجميل الخلوق رحمه الله كابتن حنفي بسطان. كابتن حنفي بسطان كان لعيب نادي الزمالك، وكان كابتن كابتن مصر، وهنا بيرفع الكاس وبياخده المسؤولين السودانيين الاشقاء في السودان. يعني احنا خدنا اول بطولتين افريقيتين، اول بطولتين 57 و59 دي يمكن اول بطولتين اتلعبوا ورا بعض. انا بتكلم على بطوله احنا خدناها. أيوه. مش اللي احنا اشتركنا فيها دي 57. تمام. لكن البطوله الثانيه بقى قلنا طب احنا عملنا الاولى فين؟ السودان. في السودان. نخش على الثانيه فين؟ مصر. في ارضنا ارض الكنانه. نخش على مصر، وجاوبوا بنفس الثلاث فرق، مصر والحبشه قصدي اثيوبيا والسودان. الله، ما فيش حتى منتخب رابع انضم في الدوري الثاني؟ لا، بعد كده بدات بقى غانا تخش والفرق الافريقيه تخش والكاميرون، وبدا نوع من الحراك الرياضي. بس مصر مسيطره من البدايه، ودي حاجه محترمه مصر جدا. مصر هي الام، مصر هي الام. احنا بنقول مصر وجوه القناه بنقول الاهلي هو السباق. الاهلي المصري هو السباق، كاس عالم انديه حقيقي حاجات كتير. يعني سباقه، فمين السباقين؟ نخش برضه الاهلي والسباقين. المهم احنا لسه في 59 دلوقتي، احنا هنخش بقى نخش على 59. حلو. 1959 ادي التشكيله اهو، تشكيل جميل بقى، وكان فيه بقى الكابتن صالح سليم، الكابتن طارق سليم، الكابتن الشيخ طه، ها، الجهري، ها، كل اللعيبه الكبار، الشربيني، ها، يعني العظماء. يعني فرقه الاهلي في الفتره دي كانت عظيمه قوي، نجيب سبعه بيلعبوا على ثمانيه من النادي الاهلي بيلعبوا في منتخب مصر طبعًا. والمباراه على ارضنا طبعًا. بدات بيه بقى، شوف الصوره دي جايبه بشكل كاريكاتيري الاربع فرق. لعبنا مع اثيوبيا اول ماتش 4-0، جاب اول هاتريك الجوهري، جاب هاتريك، والكابتن ميمي الشربيني المعلق الجميل لاعب الاهلاوي الجميل جاب هدف. الجوهري اللي هو الجوهري بتاعنا احنا عارفينه، غير الجوهري الصغير كان في الزمالك، يعني أوكي. الجوهري اللي احنا عارفينه اللي وصلنا ايوه ده من عندنا من حسين. يعني متربي من حسين اجدع ليه الله يرحمه الله يرحمه. فهو ما شاء الله كان جاب هاتريك، ده كان حاجه سابقه ثانيه نفتني بطوله نحرس ايه هاتريك. الديبه جاب اربع جوان سوبر هاتريك، سوبر هاتريك ثم هاتريك بقى هاتريك، والكابتن ميمي الشربيني جاب ايه؟ جول. جول. خلص الماتش كام؟ كده 4-4 برضه صفر. غريبة قوي ان اول بطولتين نكسب السودان 2-1، واثيوبيا او الحبشه 4 ايه؟
صفر صفر. ده احنا لو ظبطناها مش هنجيب مش هنجيب كده بس حصل الانعكاس فيه بقى ان اول بطوله لعبنا السودان، ثاني بطوله اول ماتش لعبنا مين؟ اثيوبيا. الماتش الثاني كان مع مين؟ السودان. مع السودان. احنا بنحكي زي ما هو مفيش هم ثلاثه واستاذ بعد الناس موضوع جاوة. يعني هتضيق جدا. احنا بنجيب الحوار بشكل حكواتي كده حلو طبعا. الناس بيبقاش شكل اكاديمي قوي. ايوه طبعا. في نوع طبعا. من الحس الفكاهي يعني. فالمهم دخلنا على اثيوبيا 4-0 كنا مبهورين بقى. لعبنا فرقه السودان كانت فرقه قويه جدا، كان فيها لعيب اسمه منزولا حاجه وهم. انا بحب السودان دوله شقيقه ومحبه لنا والتاريخ كله مصر السودان حته واحده زي ما بيقولوا يعني. فلعبنا السودان، السودان عملت ماتش عمره. حتى الجورنان هيجي دلوقتي ان السودان تلعب ومصر تكسب. المهم كان كابتن عصام بهيج رحمه الله كان بيلعب في المباراه دي وجاب جونين 1-1 النتيجه وفاضل ثواني يوم ايه عصام بهيج يعمل دبل كيك عالميه كده وحصل الجون الثاني ومرافعين رافعين الايه الكاس. الله. دي في بطولة 59، مين يطلع يستلم الكاس؟ مين؟ القيمة والقامة للنادي الأهلي كابتن صالح سليم. أوه. يرفع يستلم الكاس ها؟ ويستلمه من مين؟ المشير عبد الحكيم عامر. طب قول لي مفيش صور معاك لده؟ أيوه طبعًا حضرتك دلوقتي 59 أيوه أيوه أدي الصورة كابتن شكرًا للمخرج. الكابتن صالح سليم بيستلم من مين؟ المشير عبد الحكيم عامر. وجايبين احنا هنا النتائج يعني في جورنال هنا جايبين برضو نتائج وجايبين التشكيل. نرجو زي ما جبنا 57 في تشكيل من فوق كده برضو 59 كل الفرق لان فيها اهو. شكرا جدا. شوف هنا بقى النجوم كابتن عادل هيكل. الجميل بقى ان واحنا جايبين الصوره كده زي ما هي كده كابتن عادل هيكل كان نجم مصر في والنادي الاهلي في الفتره دي، كان الحارس يعني هو شال مصر من هزيمه ثقيله في الماتش الثاني. والبطوله الاولانيه كان برضو الكابتن عبد الجليل عشان نعرف نتملي ان حراسه مصر حراسه النادي الاهلي بالذات ها هي الامل. حراسه الاهلي هي نمره واحد. فشوف التاريخ بيقول ايه. شوف هنا بقى التشكيل مين كل صالح كابتن صالح سليم كابتن طارق سليم كابتن الجوهر كابتن الشربيني ها ميم الشربيني كابتن طارق سليم ها يعني الجوهر يعني قيمه فرقه كلها اغلبها من النادي الاهلي 1959 وما زال الموضوع زي كده يعني لحد دلوقتي يعني المنتخب بيبقى معظمه من النادي الاهلي. المنتخب مهما لعب تاريخ مستمر طبعا هو الاهلي واحنا في وسط النادي الاهلي محترمه بنقول ان النادي الاهلي هو يمكن نمره واحد في الذخيره الداعم الاساسي لكل منتخب مصر في جميع الالعاب. الاهلي مؤسسه عظيمه نرجع 100 وكام سنه 113 سنه احنا بنتكلم في تاريخ في جميع الالعاب الاهلي هو بيمد. رجعنا بقى مش بس نتكلم عن البطوله يعني او عن المنتخب، عايزين نتكلم عن افراد يعني بما ان احنا دلوقتي شفنا لقطه كابتن صالح سليم هذا طبعا. يعني الشخص المعشوق من الجميع ومش هقول الاهلاويه بس بجد يعني من الشخصيات اللي فعلا لم يختلف عليها اثنين. فكلمنا اكتر عنه برضو في يعني مع المنتخب في الفتره دي تحديدا. الكابتن صالح سليم قيمه وقامه، كان قائد حقيقيا في الملعب. انت لما تكون شخص عادي في وسط اي مجتمع في شركه في اي في ها ومحب للاخرين الناس كلها بتكتف عليه. هو عنده حته القياده ازاي بيقود فريق، ازاي يقيد بعد كده نادي كبير بملايين بيشجعوه. ازاي بقى عنده كلمه، ازاي عنده مبادئ وقيم. لعيب يتمرد على اللاعب على النادي مع السلامه، لعيب بيحب النادي يقول له هاته يا كابتن يا كابتن خطيب. طبعا كابتن خطيب مدرسه كابتن صالح سليم طبعا. وكابتن حسن حمدي طبعا. كابتن خطيب تملي بيقول كده ها. فالناس دي يعني سبحان الله ده قرص امتداد جميل قوي طبعا. يعني نرجع كده من ورا لقدام او نشوف كده صالح سليم كابتن صالح سليم قيمه وقامه كابتن طارق سليم كابتن عبد الوهاب سليم عائل سليم حاجه اساس في النادي الاهلي طبعا. نخش كابتن حسن حمدي شيري من كابتن صالح سليم وكان فريق النادي الاهلي وكان كابتن على كابتن خطيب. جه كابتن خطيب بيكمل طبعا. الرساله ده مش كلامي ده التاريخ بيقول ده واقع فعلا. والكابتن الجوهري بيقول كتير جدا القيمه والقامه في اي فريق في اي مجتمع بترفع منه ما بتقلش منه بيبقى عنده قيمه. ازاي بقى لنا 50 سنه هقول الاخيره يعني ان انا ادرسها اكتر ازاي ماشيين بنفس السيستم الاخلاق والمبادئ والقيم. هو مش شعارات لا ده واقع احنا عايشينه جوه النادي. فلما ازاي اي مكان اي قناه في اي مجتمع جيب الكابتن صالح سليم علاقاته ازاي لما رحنا نستلم جائزه الفيفا في جوهانسبرج كان واقف ازاي قيمه وقامه. ازاي كان معاد مع الرئيس السابق في الاستاد القاهره قاعد طبعا. رئيس النادي الاهلي رئيس النادي
قيمة وقامة. لو كلهم شخصيات كاريزمية جدا كمان، يعني كاريزما غير مسبوقة وغير متكررة. حاجة جميلة، حاجة طبعًا. احنا كل ما بنرجع اصل على الاصل دور. طبعا. أيوة. ملوش ماضي ملوش حاضر. على الاصل دور فعلا. انا بقول معلش يعني. هو الاصل ده اللي بيخلينا دايما نسعد بوجود حضرتك معانا، ان انت بتاخدنا فلاش باك للاصل فعلا. طبعا احنا طبعًا. تملي بنقول القيمة بنحب زمان، تتكلم اي حضرتك يا سلام زمان، يا سلام الناس. فناخد الناس دي زمان التاريخ. زمان القيمه، الافراد، الناس اللي بنحبهم، الناس اللي هم بالنسبه لنا يعني عايشين مبادئهم. ها والجميل بقى انك بتلاقي ان سبحان الله مسلسل مش ما بتقدرش تقول حد مثلا مسك نادي قال وحش، لا ما شاء الله كله. انا جبت انا اختصرت ثلاث اشخاص، لكن كل ما مسك نادي الاهلي ينطبق عليه نفس التقدير والاحترام. بس انا جبت المدرسه المتشابهه جدا اللي هم تعايشوا. بس لسه عندنا كلام كتير هنقوله، يعني احنا لسه مخلصناش خالص، بس فاصل سريع جدا ونرجع نكمل كلامنا مع استاذ محمد. اهلا بكم مره ثانيه. الحقيقه دايما كل مره بيكون منورنا فيها استاذ محمد صادق، بنكون الى حد كبير بنسابق الزمن نظرا لوفره المعلومات اللي هو بيكلمنا عنها. شكرا. احنا وقفنا فين بقى؟ احنا وقفنا اول 57 59. تمام. الزمن نط بينا بقى نط غريبه قوي، دخلنا لما اول دوله ناخدها بعد كده سنه كام؟ 1986. لا ثانيه واحده، ايه اللي حصل؟ ما انا هقول اهو بعيد قوي. لا ما احنا اللي حصل بقى في بطولات ما اشتركناش فيها. في ازمات 67، في 73، في انفتاح، في حاجات كثيره قوي. بس هو بيتكلم ده احنا كان في بطوله على ارضنا 74 وصلنا قبل النهائي وخسرنا بطريقه غريبه قوي. مره واحده الماتش اتقلب من هزيمه لمكسب. بس احنا عايزين الحاجه الايجابيه نتكلم عنها. حبيب. ان اول بطوله 57 و59، واول حاجه بعدها 86. يعني شوف بقى ما شاء الله حكموا 20 سنه وكام 30 سنه. 86 دي بقى بطوله بقى خرافيه. من وجهه نظري كان عندي 15 سنه وشاب فرحان بقى ومصر وبتاع، ورحت من الحسين رحت على استاد القاهره وحضرت الافتتاح. بنلعب مع السنغال اول ماتش وبتاع، فرقه جامده وواحد شكله رهيب كده اسمه بوكاندي، لعيب جامد قوي، وطاهر ابو زيد والخطيب ومصطفى، حاجه عظيمه يعني. طبعا. مره واحده الماتش مشي عكس، خسرنا 1-0. بكينا قلنا خلاص البطوله راحت مننا. دي رساله ان احنا ممكن يكون في الاول صعب وبعد كده نقدر نجتاز. طبعا. الماتش الثاني سحر العاج، ماتش رهيب، الخطيب كابتن الخطيب طبعا على القمه والقمه، عمل كره بكعبه والمدافع داخل نشره من تحت. يا ساتر. عمل كده الكابتن شوقي غريب جاب الجول الاولاني، كابتن مصطفى عبده يرفع من الكورنر كره لولبيه جميله، كابتن جمال حمد الجول الثاني عليه رفعات الله اكبر بالمسطره. ياما بالمسطره نجوم طبعا. نجوم مصطفى عبده كان سبب فيه طبعا. الجول الثاني جمال حمد 2-0، لازم نكسب موزمبيق الماتش الثالث 2-0. بقى هنا بقى الصوره يعني دي الصوره كابتن فريق الذهب مش رحم الله رحمه الله كابتن ثابت البطل. انا كنت بحبه جدا كلنا جدا كنا بنحبه الرجوله في الملعب المبادئ والحاجات كثيره مصطفى وعشقه للاهلي يا استاذ محمد كان لا يوصف طبعاً. يعني يمكن كلنا عارفين القصه قبل كان وفاته بيومين كان موجود والبطانيه الصوره الشهيره كابتن ابو تريكه راح بس على دماغه ساعه الجون الزمالك 3-0. كان ساعتها الزمالك والاهلي على طول 4-3 خضر 4-2 كده. الماتش ده في 86 كابتن ربيع ربيع ياسين، كابتن ثابت البطل، كابتن مجدي عبد الغني كابتن علي شحاته، كابتن الخطيب، كابتن محمد عمر، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن حماده صدقي، يعني توليفه. كان من ساعتها بقى كابتن مايكل سميث ها ومساعدين مصريين معاه ماسكين المنتخب. جينا الماتش الثاني بقى اتغلبنا كسبنا 2-0 ساحل العاج، كان معاهم بقى مين؟ ما ادراك يوسف فانا، حاجه رجل اليسار الجباره. بعد كده موزمبيق لازم نلعبها 2-0، كابتن طاهر ابو زيد ها جاب جونين بقى 2-0 صعدنا. كابتن المغرب بقى العقده كانت كبيره عندنا ساعتها، المغرب كابتن طاهر ابو زيد حطها على شمال الكابتن بدو الزاكي من فاول جميل قوي. والزاكي ده كان برضه حارس مرمى عملاق، قيمه وقامه ومحب للمصريين، والى الان بيجي زياره للنادي الاهلي وحبايبه في مصر. والمصريين من الاجيال الاقدم كلهم عارفين قيمته كويس وبيحبوه. كابتن تيمومه وكابتن ضلمي وكابتن خيري، فرقه عظيمه. في نفس السنه ديت هم شرفوا العرب ومصر في افريقيا، المغرب صديقه لمصر ومحبه لمصر. بعد الماتش اللي لعبنا المغرب وصلنا للنهائي. وصلنا مين تاني بقى؟ للكاميرون. ما ادراك روجيه ميلا وكان ومان بيك، فرقه بقى اللي برضه راحت كاس العالم وصلت لادوار متقدمه وعملوا شغل جامد. طبعا قبل النهائي وصلت الدور قبل النهائي. لما بقى روبرتو باجيو بقى وما ادراك روبرتو باجيو ايطاليا طبعا تاخد دي جاب التعادل طبعا. البطوله دي بقى
حاجه ليها دروس جميله او 86. اولا كانت بطوله اتعملت في مصر وكان فيها بقى نجوم عظيمه. بص يا سلام، مصر كلها احنا كنا عايزين في السنة وفرحه بعد غيبه سنين. يعني كابتن مين بقى رفع الكاس باسم كابتن مصر؟ الكابتن مصطفى عبده والكابتن الخطيب. والجميل هنا بقى حاجه حلوه قوي، ثلاثه نجوم وكباتن مصر عظماء، كابتن الخطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن ثابت الله البات رحمه الله، خدوا قرار هم ثلاثه مع بعض الاعتزال دوليا بعد ما خدوا الكاس. قالوا احنا كفايه كده دوليا، احنا هنكمل سنتين ثلاثه ايه محليا، احنا مش هنقدر ندي ايه. شوف اللعيبه كان اعمارهم تقريبا قد ايه وقتها؟ ثلاثينات، ما كانش زي دلوقتي 37 و 33 اول الثلاثينات يعني 32 33 دولي. قالوا مش هنلعب دولي، خدوا القرار مع بعض. هو كويس ان ده حصل، لان بعد كده احنا خدناها 98 بعد سنين طويله كتير. فعلا كانت نهايه برضو. احنا خدناها فين؟ في بوركينا فاسو بقى. بس برضو الفرق كبير يعني. ليه انا عايزه اروح للنقطه دي. في وقعات كتير. احنا في فرق، في مره عشان تصفيات كاس العالم رحنا اشتركنا بالفريق الثاني وكنا بنروح، بيبقى في نوع من التدريبات اللعيبه في مشاكل. مفيش منتخب بيفضل ثابت على طول، بس غابت عننا سنين. وبعدين بقى هنرجع ل 2008 لا دي بقى حاجه ثانيه بقى. احنا الحاله بقى دي ده كان حاجه الثلاثيه، ده كان دي حاجه، دي كانت حاله غير عاديه في مصر. مع زور بقى الانترنت بقى والفيديوهات دي عايزه لها حلقه لوحدها. صحيح. لا دي فرحه شعب. قعدنا ست سنين فرحه مستمره. يعني من مصر لغانا لبوركينا، يعني رحنا كذا دوله، خدنا الثلاث بطولات ورا بعض بطريقه غريب. مصر كلها يعني ما كانش بقى في العتبه نغمه اهلي ولا زمالك ولا فرقه ثانيه، هي مصر. كابتن حسن شحاته، كابتن احمد حسن، كل لعيبه مصر، عماد متعب، كل لعيب بيحمل شهره مصر بيشيل من دماغه الانتماء. طبعا وعلى فكره الجمهور كذلك، الجمهور كان حاجه واحده. طبعا وانا ما اتكلمت دلوقتي عن التاريخ، كنا صغيرين بس بنروح الاستاد يعني. فاكره وانا ما اتكلمت على التاريخ، مش جبت ان كابتن رأفت عطيه لاعب الزمالك الكبير، هو اول لاعب يحرز هدف. صح. في البطولات لما جبت الكابتن عصام بهيج رحمه الله. أيوة. لما جاب الجونين كسبونا منهم جون عالمي، كانوا بيتكلموا ساعتها بيقولوا ان الكابتن عصام جاب جون دبل كيك، الجون الثاني ده الله. ها وكنا البطوله هتروح مننا، السودان ضغط علينا وكانوا احسن مننا، لكن توفيق حلفنا وكسبنا ورفعنا الكاس في 59. احنا بنتكلم تاريخ زي ما قالوا هنا في القناه، بنتكلم تاريخ للتاريخ، ما بنتكلمش للافراد. التاريخ بنقول لعيب من الزمالك، من المحله، من الاتحاد. انا قلت على الاتحاد ايه؟ اشمعنى الاتحاد؟ لما جبت سيره الكابتن الديبه قلت كابتن عظيم، جاب اربع تجوان ها، وكان بيلعب في نادي الاتحاد اللي كان كل موسم على مدار تاريخ النادي الاهلي قبل ما يبداوا الموسم الكروي يعملوا حاجه اسمها مباراه محبيه. يعني ليه وديه؟ قبل يعني قبل لا ده سيستم ماشيين عليه قبل الماتش نفسه. يخشوا ويلعبوا. احنا علاقتنا بكل الانديه حلوه، فاتحين ايدينا لكل الناس، اللي بيجي علينا بقى بيخسر. حلوه البيئه. يعني بقى نختم بالجمله لا وفي حاجه كمان قبل ما نختم بخمس ثانيه واحده الوقت. التاريخ بيقول احنا كسبنا يعني، واحنا فرحين كسبنا خمسه، احنا كام كسبنا خمسات في العشرينات والثلاثينات؟ كسبنا خمسات. عندنا تاريخ الخمسات موجود في دوري القاهره ودوري كاس السلطانيه، عندنا كل ده. بس احنا الدنيا بنترفع، احنا بنترفع تمام. احنا ياما كسبنا ستات واربعات وثلاثينات واثنينات. ده احنا في فتره انا عشتها ما كنتش بتفرج على كوره، الاهلي هيكسب. فتره اللي هي بعد الالفينات 2003 2004 دي 2010 اي فرقه قدامنا ما بقاش فارقه معانا. المفروغ بينا النهارده نكسب اربعه، هنكسب خمسه، هنكسب سته، ده اي لعيب. لو احنا جبنا نجوم العالم كلهم، اهم حاجه المبادئ والقيم اللي في النادي اللي بتخلي اللعيبه تلعب باسمه. احنا عايزين حضرتك بقى تعوض لنا فتره الغياب اللي فاتت ان شاء الله، وان شاء الله تكون معانا قريب جدا عشان نكمل كلامنا في الموضوع. شرف ليا والله، شرف. احنا اللي بنسعد. نورتنا يا استاذ محمد والله، واحنا بنستمتع اصلا ان احنا بنسمعك كمان. انا بستمتع معاك بالطاقه الايجابيه كلها. احنا بنشكر حضراتكم على متابعتنا. حلقه انتهت، نشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.